بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أخونا هذايا منصور نزار بعث لنا فيديو يحكي فيه مشكلته. هذا الإيميل اللي بعثوا لي فيه الفيديو. المشكلة نتاعه هو لخص أن أنا بالفرنسية كاتبة، لخص كون عنده مشكل في سيارة كيا، والمشكلة هذايا حتى خذاها للدار وما عرفوش. فهو يسألني، يطرح علي سؤال، يعني مختار يعاوني باش نجيبش نشوف المشكل وين، ونسمعوا الفيديو نتاعو ومن بعد نعملوا عليه الشرح. السلام عليكم. بربي انا عندي سي مختار كيا سياراتو، مره من المرات معناتها نمشي في الكهرباء، نبدا تمشي الكهرباء تمشي نورمال عادي، سودانمون هذايا نتاع الفي ام يرجع للزيرو، نتاع الابيس تشعل، هذه نتاع الواحد الفولون تشعل، نتاع الفراما تشعل، وساعات تشيك انجن تشعل، ساعات تطلع لي الابيس والفراما بركة يشعلوا مع بعضهم اكهو. كل مره كيفاش، يا مره هذو مزوز، يا مره معاهم هذه تشيك انجن ومعاهم الفولون باه، والكهرباء تمشي. اما قلت لك ساعات الفولون يكسح شوية، عبارة تولي كهبة ما يش اسيستي، عبارة ما يش اسيستي باه. هزيتها للدار، شو لقاو؟ عملوا دياجنوستيك، قالوا لقاو كود اسمه 101 حاجة كي هكا، المهم فيه lost communication with SCM PCM، communication avec SCM PCM perdu باه. ما عرفوش لابيس، نظفوا لابيس، ما في شيء. خاطر شنو هي تطلع وقتها تبدا نمشي كهرباء يشعلوا درجين هكاكا وبعد يتفاو، وساعات يشعلوا دوبلا شوية يتفاو، ساعات يشعلوا نقعد نمشي بها شوية كذا، نوقف الكهرباء نسكر الكونتاكت عاود تحل، ما عرفتش شنو هي المشكلة كذا كذا. من بعد ما هزيتها للدار شيء ما فهموش شيء. بالصدفة من الصدفة تذكرت انه انا مرة من المرات هنا اللوطة وين التيرات نتاع التيرات نتاع الكابو، ضربتها بسقية مرة من المرات وطلعت الوحدة، وقلت هي حكاية فارغة ذي. عاد مرة من المرات لقيت سي مختار الخيوط هذوما اللوطانينة، الخيوط اللوطانينة هذوما مرة قعدت نبدل فيهم بيديا، كسرت لي معناتها كسرت لي الفازة ذي، هالخيوط هاللوطانين هذوما هاك الفيشات هذوما بدلتهم بيديا، ما بدلتش الفيشه اللي الفيشه هذه عندها اللي هابطه اللي راجعه لل لاحد نتاع ليسونس راجعه راجعه التالي للكهرباء، لا بدلت الفيشات اللي ماشيين القدام اللي طالعين معناتها الوسط الموتور وين شو اسمها البيس كان معناتها اللي لو سي ام اللي في وسط الموتور، قعدت نضرب فيه مكي بيديا حركت فيه. وقت اللي صارت لي الفازه دي تفاو، نعاود نبدلها بيديا هكا دوبلاش يرجعوا يخدموا. كون راهي الكهرباء عندها مشكله بالاتصال ببعضها بالمكونات كلها في بعض الاماكن، يعني ما يكونوا في المحرك، يعني ما يكونوا في الهيكل، يعني ما يكونوا في بعض الحساسات، او في فيشه تكون ماهيش راكبه مكانها مليح، او اي حاجه ممكن تنجم تكون يعني مشكله في هذا ال تكون عندها اتصال بهذا الكود، يكون مثلا الحساس اللي ما بين علبه السرعه او الابياس للعداد نتاع السياره من داخل، هذا كان يعني ما فيه اشكاليه، يقدر يكون فيشه نتاع انجكتير او نتاع اجيار او نتاع اي حساس او اي مكون فيه خيوط ينجم يكون المشكل منه. لكن هو بطريقته الخاصه ما شاء الله يعني تفكر وعرف اللي هو فما مشكل في مكان معين، وشد يعني ومسكل المشكل بنفسه، يعني بارك الله فيه اللي هو بعث لنا الفيديو هذا باش يعني نعرفوا الناس شنو هو المشكل بالضبط. الكود هذايا هو الكود هذايا يعني نزيد نفهمكم اكثر، هو كونه السياره تشكي تقول لك راني انا المكونات اللي عندي في السياره كلها راني عندي مشكله بالاتصال بهم، كما الانسان يبدا يعيد عليهم لانه عنده تليفون يبدا عنده ريزو مش باهي، يعني التغطيه مش باهيه،
فتبدا عندها اشكاليه في الاتصال بالشخص الاخر اللي هو عنده التغطيه مش باهيه او العكس. كذلك المكونات نتاع السياره نبدا عندها اشكاليه في الاتصال ببعضها، يعني مكوناته كلها تتصل ببعضها عن طريق الكمبيوتر نتاع السياره اللي هو الممر. ولهذا هي يعني تشعل في كل الاماكن، لانها الاتصال بيدو هي نفسها مفرعسه مش عارفه عدم الاتصال منين جاي. فيكتبوا لك هذا الكود اللي هو 101، الكود 101 هو يقول لك انا عندي اشكاليه في الاتصال بالمكونات نتاعي في السياره كلها، وانت عليك البحث. شفت هنا انا احطك قدام امر واقع، وصحيح راه الدار كيما يقول شيء عندهم حق، لان الاتصال عدم الاتصال اللي موجود ما يعرفوش وين بالضبط. يقدر يكون في المحرك، يقدر يكون في الهيكل، يقدر يكون في الابياس، يعني نجم يكون في حساس من الحساسات، في علبة حساس علبة السرعة في الاوتوماتيك، او مكونات علبة السرعة الاوتوماتيك. هل الكود هذا يعني يلزم شوية وقت باش الفحص او السؤال؟ انا الأغلبية في انا كان لاحظتوش، يعني ديما نسأل الشخص اللي هو عنده مشكل في سيارته مهما كانت المشكل، نقول له ارجع بيا اخر مره شنو اللي صار لك بالضبط؟ عملت حادث لا قدر الله، غيرت محرك، غيرت قطعه، غيرت يعني حاجه معينه، ارجع بيا التالي. قلت له خلي المشكله اللي انت فيه توا خليه على جهه وحده، وانا ارجع بيا التالي، نحب نعرف شنو. فمش امكانيه باش نلقى شيء معين يكون مربوط بالمشكله اللي صار له. واغلبيه 90% من الحاجات اللي انا حليتها والفضل لله اولا واخيرا، هي كون ان نرجع بصاحب السياره او السائل نرجع به للخلف. فمن اللي حليت المشكله عنده مشكله من 5 سنين، فمن اللي عنده مشكله من 3 سنين، يعني المشكله رأي هي فيها خبره وفيها، لان احيانا يجي يسالني يكون طول يقول لي والله نمشي بالسياره ووقفت، يعني يعطيني حاجات، يا ودي ارجع، يا ودي اصبر، نقول له اصبر اصبر، ما تحكيليش على مشكله السياره وش عملت فيها، احكي لي انت كيفاش صار المشكل قبل وقتاش صار. هو ساعات طول يدخل لي راني بدلت وراني بدلت وراني بدلت، لا مش الكيفيه، راني بدلت وبعتني انا، لازم نفهم المشكل بالضبط. ولهذا نرجع به للخلف، نبدا نرجع به للخلف بشوي بشوي، نوسع بالي معاه، ساعات يتغشش، ساعات كذا، ونزيد نوسع بالي معاه لين نوصل للنقطه اللي حشتي بها اللي انا فيها المشكل. كي نرجع به للخلف وقتها نفهم المشكل منين تكون له وكيفاش تكون له، لان كثرت عليه الاراء وكثرت عليه المشاكل وكثرت عليه التحليلات، هذا يقول له من كذا وهذا يقول له من كذا وهذا يقول له من كذا، يدخل بعضه. والميكانيكي او الكهربائي اللي ما يرجعش بصاحب السياره للخلف لاول مره صار له فيها المشكله هو ما يقدرش يصلحها. هذه قاعده لازم تاخذوها، يعني اخواني اللي تبعوا فيا ديما تصير لك مشكلة ارجع انت، هو كما السيد صاحب الفيديو ما شاء الله عليه، ارجع للمشكلة اللي صارت له قبل، هو ضرب المكان هذا وين الخيط نتاع اللي يفتح غطاء المحرك، ضربه برجله، تذكر ورجع للمكان يعني صوره لي وقال لي شنو نجم نعمل. خونا نزار العملية سهلة بسيطة ما فيها شيء، كل ما في الأمر انك انت تعري على الخيوط هذوما، تعري عليهم كلهم. تو نزيد اللي بيحب يتفرج اكثر، تو نوريه فيديو عملته على ميغانا انا، وعريت على الخيوط كلها وعودت رجلتهم ومشيت الكهرباء من رجله ولا باس، مشيت ممتاز. انت تعدي على الخيوط هذوما كلها لحد الظفريه هذه، الظفيره هذه، وترجع على الاخر كلها تعري عليهم، فاهم؟ وتمسحهم يعني باي حاجه مش منشفه ولا حاجه، وتفحص كل خيط وحده في شي جرح، في إشكالية، إذا كان فيها فيشة هنا كما تقول أنت، فيه يعني توصيلة اللي هي تربط ما بين هذا وهذا، تفك التوصيلة هذيك وتنظفها وترجعها وتشوف فيها إش كسر ولا حاجة وترجعها وتغلفها. وكل ما تعمل حاجة كمل جرب، كمل جرب لين توصل للخطأ اللي أنت كنت فيه. إن شاء الله العملية بسيطة مش كبيرة ياسر، وسهلة تعملها حتى وحدك من غير ما تمشي الكهربائي، شوية وساع بال، شوية هيك يعني تثبت من الحاجات اللي باش تعملهم. وإذا كانك أنت لقيت الأمر صحيح وكل شيء، من فضلك ماذا بيك يعني كل واحد يلقى الأمر صحيح يعني يتحفنا بفيديو، وأول ما يبدأ يخدم في العملية يخلي حد يصور له بالبورتابل بالجوال شو اللي عمل بالضبط باش غيره يستفاد، ويبعثوا لنا فيديو، يعني حاول يبعثوا لنا فيديو يقول راني لقيت المشكلة هذه كما قال
عم مختار، او ما يجيش زاد، حتى انا مش متاكد يعني 100%، اما متاكد حوالي 95%، او يقول لي انا ما يجيش، شنو اللي نجم نعمل اخر؟ وقت نزيد نوضح لك انا شنو اللي بتعمل اخر. ان شاء الله تنفعكم حالكم هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.